سلام الله عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا مجموعه من الاجراءات اللي خصنا نديروها قبل ما يتم اغلاق الحق في الاستفاده من التغطيه الصحيه ديال الامو التضامن الخاصه بالاشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ديال الامو التضامن. تابعوا الفيديو. اول حاجه التسجيل في السجل الوطني للسكان RNP. خاصك تمشي انت وجميع افراد الاسره ديالك الصغار ولا كبار لمركز خدمات المواطنين المتواجد في الملحقه الاداريه او لا في القياده اللي تابع لها باش تسجل في السجل الوطني للسكان RNP، ويتوصل كل واحد منكم بالمعرف الرقمي ديالو اللي به غادي يمكن لك تدوز المرحله الثانيه. خاصك تسجل راسك في السجل الاجتماعي الموحد RSU وتصرح بجميع افراد الاسره ديالك اللي فاتوا سبق لك سجلتهم في RNP. وهنا عندك جوج الطرق، يا اما 100% على الموقع www.rsu.ma، يا اما تعمر المعلومات على نفس الموقع تطبع الاستماره وتحطها في الملحقه الاداريه او لا في القياده. ملي الاسره كتسجل في السجل الاجتماعي الموحد تيخرج المؤشر الاجتماعي والاقتصادي ديالها. هذا المؤشر خاصو يكون اقل من عتبه الاستفاده من امو التضامن، هذا هو الشرط باش الدولة تحمل مصاريف الانخراط. والتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد راه ولا بدا منه باش تقدر تستفد من امو التضامن. ثالث واخر حاجه تقديم طلب امو التضامن، وباش تطلب الاستفاده منه غتدخل الموقع www.amotadamon.ma وتعمر طلب الاستفاده ليك والاسره ديالك مباشره على انترنت، او لا طبعوا خاوي وعمروا وحطوا من بعد في مكتب امو التضامن في الملحقه الاداريه او للقياده اللي تابع ليها. ومن بعد هذه المراحل بثلاثه غادي توصل بميساج في التليفون اللي غادي يقول لك واش عندكم الحق في الاستفاده. اذا كما تابعنا في الفيديو ان الطريقه باش اننا يمكننا نكملوا الاستفاده بالاستمراريه من الخدمه ديال البرنامج ديال امو التضامن الخاص بالاشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. فالطريقة كما شفنا إخواني الكرام أخواتي الكريمات أننا خصنا بداية نتسجلوا في السجل الوطني للسكان أفراد ونتوصلوا بالمعرف الرقمي ديالنا وندوزوا للمرحلة الثانية نتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد، ومن بعد نشوفوا المؤشر ديالنا إذا خرجنا المؤشر 9.32 اللي هي العتبة ديال الاستهداف. من بعد كنتسجلوا في البوابه ديال امو التضامن اللي حنا فاتحينها الان. كما كتشوفوا يا اما كنتسجلوا عبر البوابه، يعني اما ايداع الطلب للاستفاده عبر البوابه الالكترونيه بطريقه الكترونيه دون تنقل الى الملحقه الاداريه او القياده، او كنديروا الطلب ايداع طلب الاستفاده بين الملحقه الاداريه او القياده، يعني كنعمروا واحد الطلب كما كتشوفوا طلب الاستفاده، كندخلوا معلومات حول صاحب الطلب وكندخلوا ايضا المعلومات المعرف الرقمي المدني والاجتماعي تاريخ الازدياد الجنس ديال الاسره ذكر او انثى، واذا كان متزوج عند المتزوج ندخلوا المعلومات ديال الزوجه كما كتشوفوا مثلا نديروا هنايا نعم عطينا واحد الخانه ديال المعلومات حول الزوج، كندخلوا ايضا المعلومات ديالها بما فيها المعرف الرقمي تاريخ الازدياد الجنس ذكر او انثى، وكنديروا لائحه ديال الاطفال، يعني في كل ما كنزيدوا شي طفل يعني كنديروا اضافه كنضغطوا على اضافه هذه من هنايا كنضغطوا عليها هنا كما كتشوفوا وكندوزوا الطفل الثاني وهكذا دواليك. ومن بعد كنديروا كندخلوا هذا الكوب بالكابشا وكنديروا تسجيل الطلب كيخرجنا واحد الملف PDF كنتيريوه وكنديوه للملحقه الاداريه اللي حنا تابعين لها، او كما قلنا كندوزو نديرو ايداع الطلب بطريقه الكترونيه كما كتشوفوا كنضغطوا على هذا الزر الاخضر اللي عندنا هنايا هنا ايداع الطلب الاستفاده عبر البوابه الالكترونيه كما كتشوفوا. من بعد ما كنكليكيو هنا كيعطينا ندخلوا المعرف الرقمي وكنديروا هذا الكود ديال رمز الدخول، من بعد كيجينا مباشره كيجينا واحد الرساله قصيره في SMS في الهاتف ديالنا كود رمز الدخول كندخلوا ذاك الكود وكنتبعوا نفس التعليمات. غير هذه المرحله غير هذه الحاله هذه يعني هذه الطريقه هذه طريقه صراحه يعني كتهنينا اننا من عناء التنقل للملحقه ونشدوا يعني
داك المواعيد او شيء من هذا القبيل، كما كتعرفوا انه خاصه الايام هذه يعني الملحقات الاداريه والقياده يعني عامرين كنجبروهم بخصوص يعني انه قربت عمليه تسجيل في برنامج الدعم. وبالتالي يعني انا كنحب الطريقه ديال ان الشخص يتسجل بطريقه الكترونيه، وبالتالي يعني من بعد ما كيتسجل كيتسنى واحد ثم كيعطيو واحد الاجل ديال 30 يوم، الاجل ديال 30 يوم باش كيفعلوا الخدمه ديال الاستفاده واش القبول او الرفض. وفي الحالات اللي كيرفضوا راه كيعطيو حتى السبب علاش ترفض، يعني كما فيديو سابق كما كتشوفوا هنايا الفوق راه عبال لكم هذا الفيديو انا شرحت فيه الاسباب علاش كيترفض. يعني اما كيكون الشخص يعني عنده يعني مخاضع عن واحد الفئه معينه، اما سائق مهني او فلاح او مقاول ذاتي او عنده سجل تجاري يعني او يعني صانع تقليدي وما الى ذلك من المهن اللي هي اصبحت حاليا عنده واحد السجل خاص بها، يعني مهن قطاع غير مهيكل ولكن عنده واحد السجل يعني سجل مهني اللي خاضع له يعني بصفه عامه. فكما كنعرفوا اخواني الكرام اخواتي الكريمات ان العتبه حاليا اللي معتمده برنامج ديال امو تدامول خاص بنظام التامين الاجباري الاساسي على المرض الخاص بالاشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك امو تدامول هي 9.32. حاليا هذا هو المؤشر اللي هو معتمد بخصوص هذا البرنامج ديال الحكومي ديال التغطيه الصحيه الاجباريه الخاصه بالاشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ولكن بالنسبه لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر لحد الساعه ما كايناش يعني شي مؤشر ثابت، لانه كاين بعض الاشاعات اللي كتقول ربما غيكون 9.74.3001، ولكن لحد الساعه ما كايناش شي جهه رسميه اللي خرجت وصرحت يعني بهذا الخصوص. وبالتالي كيبقى يعني مجرد اشاعه قابله للتاويل من عدة جهات. فكنتمنى اخواني الكرام انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا ولقيتوا فيه يعني داك المبتغى ديالكم اللي كتبحثوا عليه. شكرا لكم اخواني الكرام اخواتي الكريمات، الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله واللقاء دوما يتجدد عبر قناتكم قناة حسن سوسيال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.